غيم الأولية لعبتنا بيكون سيء، أنا عارف بيكون سيء، أما واحد مضيع الوقت لا يستحق المراجعة. أوف، واحد من الأسوأ. أوف، خيبة الأمال. هنا بداية الناجحين يا جماعة، دائما كذا بدايتهم ترى خرا، فلو سمحتوا لا تفقدون الأمل فيني. هذا تذكير بأننا نطالب منك تسديد المبلغ المتفق عليه 878 و 400 في غضون 3 أشهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الخامسة من جيم دوب. جيم ديف ولا جيم دوب اسمها ما أدري. المهم يا جماعة، وصلنا آخر مرة للعبة بيولي 2. يقول لي: أيها الرئيس، يبدو أن الكثير من الناس يستخدمون نسخة مقرصنة من بيولي 2. لقد استطاع تحديد البعض منهم. لدينا حلين: إما أن نرفع عليهم قضية حقوق فكرية، أو أن نطلب منهم التوقف. ماذا تريد أن نفعل؟ محاكمتهم أو تحذيرهم؟ خلنا نحذرهم في البداية. في الحال هذا أخوي اللي شغال معي في المحل، جالس ما شاء الله شغال يشوف اللي مهكرين لعبتنا وينزلونها كراك، فيخبرني على طول. المهم يا جماعة، اللعبة هذه كانت ناجحة صراحة. بيولي 2 مثل ما تشوفون كلفتنا حدود 400,000، وجبنا منها 700,000، يعني الأرباح تقريبا الحين 350. تقدر تقول فلوسنا حاليا 755,000، أقدر أني أملي منصب ثاني وأجيب لي شخص ثاني يشتغل معي، ولكن أنا أشوف الوضع حاليا تمام. إنشاء محرك خاص، محرك الأمل، محرك الأمل سويته في شامل الشغلات هذه كلها، فما أحتاج محرك جديد. أنا كم لعبة مسوي؟ مسوي 12 لعبة، لعبة رقم 12. العناوين اللي عندي: صيد، رعب، هي نفسها. خلنا نروح نسوي بحث عنوان جديد. إيش عندنا البحث نقدر نسوي؟ جمهور مستهدف ما سويناه، حوارات أفضل، حوارات أفضل، يعني يوم نسوي قصة تكون فيها شغلات حلوة. رسوم ثلاثية الأبعاد 15 نقطة 40. يا رجل ثلاثية الأبعاد ضروري جدا نضيفها في المحرك الجديد، والإضافات والحوارات. حاليا خلنا نسوي عنوان جديد. وش نقدر؟ قاتل مأجور. وش ذا ماسك؟ سكين ولا ساطور؟ قاتل مأجور على طول جاء في بالي لعبة رمص محمد، جتني لعبة هيتمان في بالي على طول، فراح نسوي لعبة جديدة بهذا العنوان. حلو، خلصنا البحث، اختار العنوان قاتل مأجور، خلنا نسميها جالدهم. جالدهم، اختر تصنيف مغامرة إثارة، بما ان فيها بوكس كذا خلها إثارة. المنصة، منصة البلايستيشن للحين ما نزلت يا جماعة. سوبر تيست حاليا موجود ماخذ 17%، البي سي ماخذ 16%، 15%، جيم بوي ما جيم بوي. خلنا نسويها على الجيم بوي لين ما تنزل على، لان الجيم بوي ما شرينا رخصة احنا جيم بوي. خلنا نسويها على الجيم بوي، بعدين نسويها نفسها جالدهم على البلايستيشن. على محرك الامل طبعا، مبنية على النصوص، ثنائية الأبعاد نسخة 2، يمدينا نسوي على جيم بوي. حلو، أسلوب اللعب مهم جدا، القصة ها محتاج المحرك. يا جماعة بالنسبة للمحرك، ترى المحرك مهم في ألعاب المحاكاة. ليه؟ لأن فيها دقة أكثر. اللعبة هذه ألعاب المحاكاة تحتاج فيها دقة أكثر. الذكاء الاصطناعي مهم يوم تلعب ضد كمبيوتر مثل هذه اللعبة، لازم تحتاج ذكاء اصطناعي كبير. بالنسبة للمحرك ما أشوف أنه مهم كثير، خلنا القصة نزيدها شوي أكثر. أسلوب اللعب أهم شيء في ألعاب القتال، كيف حركات القتال تأديها مثلا، فهذا وجهة نظري. ذكاء الاصطناعي يكون مهم، تصميم المراحل مهم، والحوارات تكون أقل. الذكاء الاصطناعي، المراحل أهم شيء، بعدين الذكاء الاصطناعي، بعدين الحوارات. التصميم والتكنولوجيا هذه النقاط اللي نشوفها سيئة صراحة حاليا. نسوي تسويق للعبة، نسوق لها شوي. الأصوات مهمة، يعني لا بأس. الرسومات، تصميم العالم أهم، خلها كذا. بدأ يزيد شوية التصميم، التكنولوجيا بدأت تزيد شوي. نسوي الإنهاء، لا نسوي تسويق، تسويق سريع أبو 50,000. خلنا نسوي لها ضجة إعلامية شوي، ونزيد شوية، خلنا 16، ها 22. أوكي، في أخطاء طلعت، أوكي ما عليه، خطأ واحد ما في مشكلة. مكافأة، عنوان جديد، توليفة جديدة، يعني حتى ما لفلنا. ما اللعبة سيئة صراحة شكلها.
تقايم الأولية وصلت، أحس أنها سيئة على الجيم بوي. خمسة شكلهم، في خمسة ممتع في بعض المراحل. التقييم الثاني 3/4 كويس، ليست سيئة وليست جيدة. بلا إلهام. طيب يا جيم هيرو، أخذ رأيت أفضل من ذلك أول جيمز. طيب راح ترجع لي الخسارة ولا لا؟ لأن الألعاب هذه تجيب لي نقاط بحث، أنا أحتاج نقاط بحث. ليش؟ لأني أسوي أجلس أسوي بثوث بثوث أجلس أسوي بثوث أجلس أسوي بحوث. عزيزي جيم وورلد، لقد تابعنا تقدمك في السنوات الأخيرة، ونرغب أن نقدمك هذه الدعوة الرسمية لك للاشتراك في معرض الألعاب الأكبر على الكوكب جيمز جيمز جيمز، والمعروف بجي 3. أوه حلو. حسنا، بوضع الكشك الخاص لشركتك في المعرض، فإن بإمكانك أن تحظى بالعديد من المعجبين، بالإضافة لنقاط الترقب لألعابك، ونعتقد بأن زوارنا سيرقبون برؤيتك هناك. سنتواصل معك سنويا بخيارات الكشف، نأمل بأن نراك في جي 3 معرض. حلو، لازم نسوي لنا معرض ونقول لهم الألعاب الجاية وكذا، يعني نفس الحقيقة كذا الواقع. كم جالدهم يبيع؟ والله سيء صراحة. أنا ودي أسوي بحث للرسوم ثلاثية الأبعاد. خلاص الألعاب الحين من الحين ورايح لازم تكون ثلاثية الأبعاد، حتى لعبة بولي 3 راح تكون ثلاثية الأبعاد، وراح تشوفون بإذن الله تجيبنا دخل جدا قوي. هذا العقد يجيب لي 26,000، خلنا نسويه عشان نشغل الحلوين اللي معانا. تاريخ اللعبة ما زالت خسارة، كلفتنا 200 وجابت 191. والله بتجيب لنا الخسارة، شغالة شغالة اللعبة جالدهم. فشل العقد على وحدة، والله باقي نقطة واحدة، اقسم بالله. يبدو ان هذا العمل كثير جدا عليك، ستنطبق العقوبة، حسبي الله عليكم. شرط الجزائي العقد. يا ولد انا فقرت. ايوه، يقول لك مؤتمر الالعاب الكبير سيقام خلال 4 اسابيع، هل ترغب بالمشاركة؟ كشك صغير، هذا كشك صغير يمكنك فيه عرض منتجاتك، ليس بالشيء الكبير لكنه شيء منتشر في جي 3. تكاليف 80,000. هذا كشك متوسط، هذا كشك اكبر من في مكان افضل، علينا ان نتوقع المزيد من الزوار في هذا الكشك، كما علينا ان نحظى ببعض المساحة لاستعراض العابنا. يكلف 500,000، انا ما عندي 500,000، واريد اسوي محرك كشك كبير. انا اسوي كشك صغير على قدنا هذه السنة، وبعدين السنة الجاية عاد نبدا نطور من نفسنا. 80,000 مقدور عليها. اريد اسوي حوارات افضل. هذا ليش ما يقدر يسوي بحث؟ خلا يسوي بحث. الجمهور مستهدف. لا، تعليمات اللعبة، انا اسوي تعليمات اللعبة، يعني في بداية اللعبة هي يعطيهم التعليمات كيف يلعبون اللعبة وكذا، يعني احس انه شيء كويس. وب 40,000 تجربة افضل المستخدم. اسلوب اللعب، اسلوب اللعب مهم جدا، فلازم نطور الشغلات كلها اللي فيه. بعدين نسوي محرك يشمل الشغلات هذه كلها. اللي قاهرني ان المحرك توني مسويه، محرك الامل، ما سويت فيه الا لعبتين، هذه اللعبة واللعبة بولي 2. في نقاط بحث، اتوقع خلصت. تعدين المراحل، خلنا نسوي تعدين المراحل، بعدين نسوي تجربة افضل المستخدم حق اسلوب اللعب. مؤتمر الالعاب باقي عليه، ايش هذا؟ عدد الايام يزيد. جالدهم، اوه عدد الزوار اصلا انسحبت من السوق، يقول انسحبت من السوق. طيب ابي اسوي لعبة جديدة انا، لا تشغلوني. كم جاب؟ 43,000 مشاهد الظاهر. انا حاليا عندي 4,000 معجب. حصلنا على 43,000 شخص زار معرضنا، احنا دافعين 50,000، كأنه يعني 1,000 لكل واحد. لم نكن ضمن المراكز 100 في المعرض هذا العام، مرة أخرى سنكسب مزيد من المشجعين، أنا متأكد أننا سنفعلها. إن شاء الله المرة الجاية راح يكون عندنا معرض أكبر. قائمة الموظفين، صاحبنا كم وصل ليفل 2؟ لسه ليفل 2، هو التصميم عنده كويس. طيب، أريد أسوي لعبة، مشغولين مشغولين الجماعة. ايش هذا؟ فك تشفيرة الرسالة، هذا عرض خاص جدا، استطاع عملاءنا مؤخرا ان يستعيروا بعض المعلومات البحثية، قد تكون ذات اهتمام بالنسبة لك، اذا كنت مهتم بتحويل، اذا كنت مهتم قم بتحويل 45,000 الى موقع. ايش هذا 45,000؟ توكل على الله يا رجال، وش النصب والاحتيال ذا؟ عشان يفكون الشفرة. سوني طلع اليوم، سوني اعلنت عن جهازهم الخاص المسمى بلايستيشن، يبدو بان الشركة عادت العمل على النسخة الاولية من بلايستيشن بعد نينتندو.
حلو، يعني العاب الجديده كلها راح تكون على بلاي ستيشن يا جماعه، وفيه ميموري، في تخزين العاب، وباذن الله تقايم حلوه وندخل دخل مجنون. جهاز بلاي ستيشن الجديد ياتي بقارئ اقراص مضغوطه ومعالج مبني على معماريه بت 32، وتمتلكه بالكامل شركه سوني. وقال المتخصصون في هذا المجال بانه قد تكون بدايه جيل جديد للاجهزه المنزليه، يعني شغلنا كل الحين بلاي ستيشن وبعدين يمكن نرجع للبي سي. تطوير لعبة جديدة نحتاج فلوس. خلنا نشوف تاريخ لعبة جالدهم كم جابت. والله حتى ما جابت نفس السعر اللي دفعته فيها. اكتمل تعديل المراحل. الحين لازم نسوي محرك خاص شامل ثلاثية الأبعاد وتخزين اللعبة مهم. تعليمات اللعبة يا رجال شوف كم يكلف، لسه ما سويت شيء. لا ما ينفع لازم نطور ألعاب نستغل محرك الأمل حاليا. بس ننزل جالدهم على البلايستيشن. إثارة مغامرة، خلها مغامرة هالمرة. المنصة راح تكون بلايستيشن. وين بلايستيشن لسه ما نزل؟ تهبلون علي والله، شكله لسه ما نزل. نسويها على البي سي. طيب نسويها على البي سي على محرك الأمل التالي. التكلفة 35,000. خلنا نسميها جالدهم بي سي عشان نعرف. التكلفة 35,000. بحث جديد متاح. طيب القصة، خلنا نزيد المحرك شوي. بنسوي نفس الاعدادات لاني احس اني غلط قبل شوي، ما اخترت مغامره، اخترت شيء ثاني. اتوقع هاللعبه لازم تكون مغامره وبنفس الوقت خلي نفس الشيء، نفس الاعدادات راح نستخدمها. متوقع راح تنجح اكثر. يمكن الاصوات كانت سيئه. الضجه الاعلاميه اليوم تم اصدار منصه الالعاب بلاي ستيشن. يلا حلو. حسابك البنكي في خطر. اوف وصلنا للسالب. لا ما عليه. الامور طيبه ان شاء الله، الامور طيبه، لا تخوفوني. طيب خلنا نسوي انهاء بدون مشاكل. والله جدا سيئه، 10/10 جدا سيئه. جايبين العيد يا جماعه، والله جايبين العيد. وين المليونين؟ يوم وصلت مليونين. يبدو ان السوق يستجيب بشكل جيد للالعاب مع وضع مواضيع جديده في الوقت الراهن. يريدون مواضيع جديدة. اوه هذا شائع، يعني لازم تقييم الاولية لعبتنا بيكون سيء. انا عارف بيكون سيء. اما واحد مضيع الوقت لا يستحق المراجعة. اوف واحد من الاسوأ. اوف خيبة الامال. هنا بداية الناجحين يا جماعة، دايما كذا بدايتهم ترى خرا. فلو سمحتوا لا تفقدون الامل فيني. انا اروح اجيب لنا فلوس شوي. العقوبة 8,000. يلا خذ لك ان شاء الله نخلصها، لان السالب صراحة بدأ ينرفزني. هذا ايش جالس يسوي؟ انا نسوي له تدريب. ما عندنا نقاط، عندنا فلوس. والله ودي ارسلك في اجازة لكن الوضع حاليا حرج. هذا مش جالس يسوي شيء. لعبة جالدهم ايش صار عليها؟ لعبة جالدهم دخلت 45,000 لسه في السالب. والله يا الله يا شباب، والله اني جايب العيد. حلو خلصنا عقد، لازم عقد ثاني. انا اللي ما فهم، حلو عقد ثاني جديد 24,000 ثانية. انا ما فهمت ايش يعني شائع مواضيع جديدة. هل يبوني اطور لعبة موضوع جديد ولا اسوي بحث لمواضيع جديدة؟ خلنا نسوي عقد عمل ثاني يجيب لنا 16,000. اذا سوينا بحث ما يمدي نسوي بحث، خلنا نخلص عقد العمل. جالدهم انسحبت من السوق، جابت لي 86,000 في البي سي. طيب كم خسرنا؟ خسرنا 50,000 فيها يا اخي، استغفر الله العظيم. والله العابي بيض يا جماعه، العابي بيض. تطوير لعبه جديده يا رجال، كيف اطور لعبه جديده وانا سالب 93,000؟ فهمني.
ايش نسوي في هذه الحالة؟ عنوان جديد، سباق سيارات. بس كم يمدينا تسلف؟ انا مش فاهم، انا حسبت 50,000 وصلت 100,000 سالب. سباق سيارات، خلنا نسوي عقد نجيب منه فلوس شوي، بعدين نسوي عنوان جديد سباق سيارات، حط لنا نيد فور سبيد ولا فورزا ولا شيء. حلو، تطوير لعبة جديدة، وش نسميها؟ من كثر حبي لفورزا راح اسميها فورزا بس خلاص فورزا. وش مغامرة، إثارة، تبادل أدوار، استراتيجية، كاجوال، إثارة على منصة البلاي ستيشن. تكلفة الرخصة للبلاي ستيشن 200,000 يا رجل. من وين نجيب لنا 200,000؟ والله ما عندنا الا البي سي. اوه انا ما سويت بحث عنوان جديد. اوكي يا رجال، سالب بهذلني، خلص سريع الله يرحم والديك. يا ساتر، سالب 144,000 وانا لسه ما سويت اللعبة. حك راسك يا زق، حك راسك. سالب 195,000. سريع، محرك لعبة جديدة، لعبة سيارات ابو كلب. طيب التصنيف اثارة، لا مو اثارة، مغامرات. على الجيم بوي قلنا راح نسويها. محرك الامل، ليه ما يمدي التالي؟ طيب كاجوال، ايه لازم كاجوال عشان كذا. جيم بوي، الو، على الجيم بوي محرك الامل، هذا راح يكلفني 60,000، وهذا ثنائية الابعاد مبنية على النصوص. نسوي لعبة مبنية على النصوص؟ لا يا رجال، خلنا نخربها. يلا، كم راح تكلفني اللعبة؟ تخزين لعبة، لازم تخزين لعبة. لعبة سباق سيارات لازم يكون فيها اسلوب اللعب مهم، والمحرك برضه مهم، القصة ابدا مش مهمة. يبدو ان لديك بعض الصعوبات المالية الخطيرة، وشركتك على وشك ان تفلس. بعد دراسة دقيقة قررنا ان نقدم لك صفقة. نحن سنقدم لك 488,000، وانت ينبغي ان تتحرك وتحاول الخروج من منطقة الخطر، ولكن في المقابل عليك ان تلتزم بدفع لنا 800. اما اعلن الافلاس. لا ديت يا جماعة، مش لهالدرجة. حلقة هنزل فيها مستانس، وصلت 1,000,000، وحلقة 2,000,000، وحلقة هنزلها بعدها على طول، او اللي بعدها يكون مفلس، اعلن انفلاسي، بيعطوني تقريبا 500,000 وادفع لهم 800,000. يا رجال موافق، اصلا ما عندي خيار ثاني، والله ما فلس، قرض انقاذ مالي. يا ساتر يا ساتر يا جماعة، يا ساتر، انا صدع راسي، لازم نسوي محرك جديد. حوارات يا اخي ما نحتاجها، الذكاء الاصطناعي شوي مهم. يا الله وضعي سيء، يبدو ان السوق قد عاد مرة اخرى لوضعه الطبيعي مع عدم وجود توجيهات قوية خاصة. شكلي راح اطرد هذا ما منه فائدة. هل انت متأكد ان تريد تخلص من الموظف؟ لا والله مش متأكد يا اخي. وش فائدة الحين؟ وش فائدة؟ شوف الالعاب كلها تصدر من عندي، هذا ايش يسوي؟ ايش يسوي؟ بعطيه فرصة ثانية. الاصوات في لعبة سيارات مهمة، الرسومات، تصميم العالم مهم. والله الاصوات والرسومات اهم. صوته حادي. كم راح يكلف؟ تكلف 10,000. عالم مفتوح، عالم مفتوح اهم شيء، 10,000. صوته حادي، حلو. اختار واحد منهم، يعني هذا افضل. طيب رسومات مهمة، والاصوات برضه مهمة. يا اخي اطرد هذا، والله ما يسوي شيء. طرد. نعم 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 نعم، توكل على الله. جالس ياخذ فلوس ايجار الفاضي. فلسنا يا ابن الحلال، شو نسوي؟ اذا ما طردت الحين متى راح اطرده؟ خبره المكتسبه، رقم قياسي جديد. كيف 19 وانا جايب من قبل اكثر؟ كويس 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 كويس، تمام. اصدار اللعبه، يلا تكفون 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 تكفون، ورانا ديون، تكفون. تقييم الاوليه يا رب. ها سيارات ابو كلب كم؟ 7. تجربه جميله على فكره، نازله على الجيم بوي، ممتعة. شفت 10/8 لعبتها الأيام، الله يعطيك العافية، لعبة جيدة كويس. يعني إن شاء الله بإذن الله نحصل دخل كويس خلال 2 شهر من الآن. فينا سيتم سحبها من السوق. مع السلامة. الوحدات تنباع إن شاء الله بشكل كويس، نقول أملي فيها. بنفس الوقت كشك صغير، مؤتمر ألعاب مرة ثانية.
خلنا نسوي كشك صغير ب80,000، لأنه راح يروج لي للعبة هذه نفسها، لعبة سيارات أبو كلب. أبو الاسم يا شيخ. خلنا نستغل الفلوس على طول ونروح نسوي إجراء بحث. طيب، ونستغل نقاط تصميم في الجمهور المستهدف، تكملة تجربة أفضل المستخدم، أسلوب اللعب، لأني دائما أستخدم أسلوب اللعب. طيب، 40,000، كويس. المبيعات حاليا 26,000، مدري كم الخسارة. تكاليف شهرية لعبة مدري إيش. أوه طيب، مؤتمر الألعاب آخر مرة جاب لي 42,000، أتذكر. ما شاء الله، لا لسه ما وصلنا، على بالي 40-50,000 هذيك. طيب، هالمرة أتوقع راح يجيب لي 80,000. الله، ما جاب لي غير 48,000، نفس الشيء تقريبا، نفس آخر مرة حصلنا على 48,000 شخص زار المعرض، ولكن لم نكن ضمن 100 برضو مرة ثانية. ما عندي فلوس أشتري معرض أكبر من كذا أو كشك أكبر من كذا. نسوي محرك جديد ولا لسه؟ نقاط البحث، نحتاج نقاط بحث شوية. خلنا نسوي عقد عمل 25,000. هيه، ما مدانا والله، ما مدانا. بس أهم شيء زدنا نقاط البحث. أنا ما همي، خلهم يأخذون الفلوس، خلهم يأخذون 6,000، بس أهم شيء نجيب فلوس من نجيب نقاط بحث. يعني حتى لو فشلت بالعقد العمل ما قدرت أخلصهم كلهم اللي يبونها، مثلا 11 والأربعة هذه، عادي أحصل نقاط بحث كل شوي عشان نسوي فيها بحوث. الفلوس مش همتني كثير حاليا، رغم أن وضعنا جدا سيء. إجراء بحث تصميم لعبة، خلاص راح نسوي هذا المشاهد البسيطة، بعدين نروح نسوي المحرك الجبار بإذن الله. ولا نسوينا لعبة قبل المحرك الجبار هذا؟ المحرك الجبار كم راح يكلفنا إذا قدرنا عليه؟ يا أخي ما ينفع، ما ينفع. الحين فكرت، إذا سويت محرك جديد شامل هذه الأغراض كلها الجديدة، يعني شوف، إنشاء محرك جديد، ثلاثية الأبعاد، طيب، ومشاهد بسيطة، وفيه تخزين ألعاب، وفيه تعليمات اللعبة، وتجربة أفضل المستخدم، وفيه حوارات أفضل، تعديل المراحل، وأصوات ومدري إيش، هذا المحرك راح يكلفني 210. طيب، أنا تقريبا أقدر أجيبها، لكن بعدين كيف نسوي ألعاب؟ فلازم أول شيء نضيف لنا يعني تقريبا حدود 400,000 كذا، بعدين أو 500,000، بعدين نيجي نسوي لنا المحرك الجديد. إيش رأيكم نسوي لعبة سباق سيارات؟ على فكرة ما نقدر نسويها على البلايستيشن، خلنا نسويها على البي سي، لأن البلايستيشن 200,000 الرخصة. سيارات لعبة سيارات أبو كلب بي سي فيرجن. زين، التصنيف مقامرات أو إثارة، المنصة بي سي، محرك اللعبة الأمل، التالي ناية الأبعاد، القصة متهم مثل ما قلنا، محرك الألعاب نفس الإعدادات يعني تقريبا، القصة خطية تكون، تخزين لعبة مهم برضه. أتوقع كل ما زدت من الشغلات هذه اللي تجينا على اليمين، كل ما زاد نسوق اللعبة ب50,000. والله ما عندي فلوس تسوق، خلها كذا. الذكاء الاصطناعي، الحوارات شوية زدها بس كذا يحمسك في اللعبة، الشرطة سوف مدري ايش وكذا، يعني في قصة شوي في لعبة السيارات، ما تجي القصة واو، يعني شيء جدا تافه. تصميم العالم وكذا، صوت حادي، عالم مفتوح، حلو. كم راح يكلفني؟ 20,000. اوكي، هذا اللي سلفوني قبل شوي، ما علموني كم ياخذون كل فترة. مرة واحدة يبونها دفعة واحدة 800,000، او كل فترة يجون يسحبون. التكاليف الشهرية عندي 32,000. طيب خلاص، انا سويت انهاء، اعطيني التقايم. اصدار اللعبة، بسم الله، بحث جديد، تقدم شخصية. ايش تقدم شخصية؟ هذا تذكير بان نطلب ايش؟ دقيقة، قبل التقايم خلنا نشوف، نطلب منك تسديد. لا تكفى 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 تكفى، ستة تكفى، ليست ممتعة، حسبي الله عليك. لعبة سيارات مش ممتعة، مخيبة الأمال، سيئة. هذا يمكن يوم أكرر نفس الاسم. هذا تذكير بأننا نطالب منك تسديد المبلغ المتفق عليه 878 في غضون 3 أشهر. حسنا، أمهلوني القليلا من الوقت. الله يشلكم، خلنا نرجع الخسائر بس. لازم نسوينا لعبة تنقذنا يا جماعة، قاتل مأجور،
البلايستيشن. لا نسوي لعبة محاكاة. مواصلات. سائق الباص ولا راعي تريلا. نفس ترك سيميليتر. اختر منصة بي سي. املي في البي سي. اختر محرك اللعبة. الامل. اي والله نحتاج الامل. ثنائية الابعاد مطورة. فك تشفيرة. يا رجال بلا تشفيرة بلا رفض. اخلص علي. نسوي تسويق للعبة وخمسين الف روح. ولا بعدين ما يمدينا نطور اللعبة. لا 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 اصبر. قلنا المحرك مهم في العاب المحاكاة. القصة نقصها. اسلوب اللعب مهم برضه لكن المحرك اهم شيء. تصميم المراحل الذكاء الاصطناعي مش مهم كثير. تصميم المراحل والحوارات. الاصوات مش مهمة كثير. رسومات. تصميم العالم في المحاكاة جدا مهم. رسومات مهمة برضه. املي في هاللعبة بدأ يزداد مع الرقم 21 22. صلح اخطاء. زد شوية هنا. صلح في اللعبة. زد شوية. حبة يا زق. حبة. ايوه خلاص. 23 23. يا سلام. رقم قياسي جديد. جميل جديد. اوكي جميل. اعطني تتابع الليل والنهار. ما عندي الا والله عندي نقاط بحث بس ما عندي فلوس. تقايم الاولية. كلي امل. تقايم الاولية. ها 7 تجربة جميلة للمحاكاة. 8 تكفى. كفو يذيب احباب. طيب عجبتني. جميل جدا. حلو تقايمها حلوة يعني راح تطلعني شوي من ازمة الفلوس. في ناس يطالبوني ب 800 الف. مبلغ 878 تم خصمه من حسابك. وشلون فلوسي 32 الف. وشلون ها تقالب 800 الف. طيب ليه سلفتوني دام اقدر ادخل في سالفه 800 الف. حسبي الله عليكم. قلتهم ما اعطوني. للاسف انت مفلس. 3 شهور اجيب لكم 800 الف. 3 شهور تستهبلون علي انتو. لقد حصلنا للتو على تاكيد بان جيم وورد التي كانت تعاني من مشاكل ماليه مؤخرا قد افلست شخص مهم جدا في صناعه الالعاب وقد قام بشراء ما تبقى من الشركه. ما تبقى من الشركه. يجي هذا الكترونيك ماس الشركة الرخيصة تشتريني تشتري شركتي. متحدث باسم الكترونيك ماس قال نحن متحمسون جدا لقد حصلنا على حقوق جميع من جيمر وورد العناوين التي تم اصدارها مسبقا. بعد سماع هذا الخبر العديد من مشجعي جيمر وورد اعربوا عن خيبة املهم. هذه نهاية رحلتك. يمكنك استرجاع اللعبة محفوظة وإعادة المرحلة من جديد او ان تبدأ اللعبة من جديد. إعادة المستوى البدء من جديد. كنسل الفيديو يا ولد. نزل كذا من جديد وراح ضبط الأوضاع. الخسارة. فلسنا يا جماعة. انهينا السلسلة للأسف. توقعت أني راح أنجح وأصير ملياردير ولكن يوم لك ويوم عليك. السلام عليكم.